أسوأ حاجة تحصل لأي راجل في الدنيا إنه يحس إنه بيبكي وقاعد جنب الحيط القهر. ومش قادر يغير ساكن. ربنا يكفينا شر القهر. كل راجل مسلم حر، كل راجل عنده إنسانية، كل راجل حاسس إن الأولاد ممكن يكونوا أولاده في يوم ومش قادر يغير واقع. يعني الوضع صعب جدا، وكان الله في عون الناس. يعني هو مش يأس من رحمة ربنا أكتر من إحساس إن إحنا يأسنا في نفسنا اللي مش قادرة تغير أي ساكن. عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة، إن إحنا أشباه رجال. لأن أنا زمان وأنا صغير يعني كنت بقول أكيد الناس اللي فرطوا في أحلام الأمة دي أكيد الناس كانوا ضعاف، لكن إحنا ما فيش أضعف مننا. أي إنسان مهما كانت خطته ما توصلش الحقارة بإنه يشوف أطفال تبقى أشلاء، مهما كانت حقارته، مهما كان أمر ما فيهوش قلب ولا رحمة، لا فيه لا كتاب رجال ولا فكرة ولا أي دين وأي بلد وقفت على أو انتصرت صارت بأشلاء أطفال. أي دين وأي دولة وأي اسم ممكن يتحط بين الناس ويتقال عليه دولة، هو خطته واضحة، والناس دي خطتها واضحة. وده إن كان بنسميه دي إبادة جماعية وده هولوكوست الناس، بس هي مش مدركة. احنا من زمان بنطبق، لكن هو في الحقيقة هي دي خطتهم واضحة، وهم قالوا لنا ان هم شايفيننا حيوانات وان احنا ملناش حق في الحياة ولا اطفالنا لهم حق في الحياة، واحنا للأسف ما ساكتين بنغيرش. ساكتين. هو الوضع صعب، كلام فيه افكاره كلها كتير وما تعرفش. أسوأ احساس الواحد حاسه صعب جدا. كان الله في عون الناس، كان الله في عون الناس اللي هناك.